السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع دوت ميزته ان انت تقدر ترفع اي حاجة عندك موديل ويبدأ ان انت تشوفه 360، تقدر تشوفه من جميع الزوايا، تقدر تلف حواليه، تقدر تشوفه بشكل كويس، تأكد ان حاجة معمولة كويس. طيب ده بيستخدم في ايه؟ فلو انت عامل مبنى لحد او عامل شغل لحد وطلب منك ان انت تبعت له ملفات عشان يبعت لك الفلوس، في كده عدم ثقة في حاجات زي كده، فانت خايف ان انت تبعت له الحاجه مثلا ريفيت او اوتوكاد فهو خلاص يقول لك مع السلامه. فانت بترفع هنا الموديل وتبدا ان انت تدي له اللينك، فهو بيبدا يشوفه من غير ما يقدر ان هو يعمله داونلود، فهو يتاكد ان انت خلصت الشغل خلاص يبدا يبعت لك الفلوس، ويقدر يعمل جوله افتراضيه في المكان، ولو عنده اي كومنتات يديها لك بدل ما تدي له الموديل وبعد كده يعمل لك مشاكل. فانت بتقدر تشوف زي ما انت شايف اللي هو انت بتبعت للعميل بالشكل دوت، يقدر ان هو يلف كده في المطبخ وتأكد ان الشغل مظبوط خلصان، خلاص يبعت لك الفلوس، تروح انت بعت له الموديل سواء بقى 3 دي ماكس، ريفيت، اوتوكاد، اي حاجة مش تفرق، ويقدر يشوفه في الفي ار فكأن هو زار المكان فعلا. فده حل جميل يعني، اتمنى ان هو يكون مفيد بالنسبة لكم. ده برضو موقع اخر نفس الفكرة برضو، ان انت تقدر ترفع الموديل ويبدأ ان هو يعمل فيرتشوال تور ويبدأ يشوف المكان بشكل كويس، حتى ممكن يفتحه من خلال الموبايل او من خلال الفي ار ويشوف المبنى قبل ما يدفع لك الفلوس. وده اخيرا الموقع ده برضو من ضمن المواقع اللي تقدر ترفع الملفات بتاعتك عليها.